مساء الخير مشاهير ومتابعي مصر اليوم في كل مكان، معكم اسلام رضا ومراسلكم الاسكندريه. كان خارج من شغله عادي جدا، من المكان اللي كان شغال فيه اللي هو مديره، طلع عامل من العمال اللي موجود جوه كان على خلاف بسيط بسبب ان هو سرقه، وواجهه بسبب المواجهه دي للاسف شديد الجاني قتل المجني عليه. هنعرف دلوقتي القصه والتفاصيل من اسرته. بقاو الدوام لله، ربنا يا رب يصبر قلوبكم يا رب. عايزين نعرف من حضرتك بقى القصة والتفاصيل، يعني من مش من الأول قوي، إن إحنا عايزين نعرف سبب المشكلة إيه والخلاف إيه بالظبط. تعالى اتفضلي. سبب المشكلة، أنا معاك أسامة حسن حافظ أخو المرحوم أحمد حسن حافظ الله يرحمه. إحنا شغالين في قاعة واحدة في الإصلاح، تمام؟ كان حصل يعني ان القاتل دوت اخد من احمد، سرق منه ميداليه فضه. الكلام ده كان في اخر شهر 12. الميداليه الفضه دي فيها مفاتيح عربيه، مفاتيح الشقه، فيها ذكرى من والدتي الله يرحمها بقى لها 13 سنه مع احمد الله يرحمها. حماده بدنا ندور على المفاتيح، مش لاقيين المفاتيح، عايزين نروحوا مش لاقيين مفاتيح العربيه. المهم خدنا نفسينا وروحنا، قلنا تاني حماده هيجيب تاني يوم المفتاح للسبير ونيجوا ناخدوا العربيه ونشوفوا الكاميرات. يعني هو سرق المفتاح وما عرفش يروح كمان؟ ما عرفناش نروح. احنا روحنا مواصلات، تمام، انا واحمد وابنه حسن، تمام. تاني يوم راجعوا الكاميرات، فوجئنا في الكاميرا ان اللي اخذ المفاتيح هو محمد السيد الشهير بمحمد الطط اللي هو الجاني، الجاني القاتل. حماده واجهه، محدش كان عارف يواجهه جوه القاعة ان هو سارق المفاتيح، محدش عايز يقول له انت اللي سارق المفاتيح، ان باينة جدا ان هو سارق المفاتيح. فهو جاي بيتعامل مع حمادة وكمان ده، فحمادة قال له لا ما تتعاملش معايا. طب ليه يا ابو حسن؟ قال له بقول لك ما تتعاملش معايا، انت اللي سارق الميدالية وسارق المفاتيح. المجني عليه واجه الجاني. تمام. قال له انت اللي سارقها، كنت انا واقف ساعتها فلقيته يعلي صوته على حماده، اللي انت بتقوله شتا، قلت له يا توت تعالى على جنب كده، ايه اللي انت بتقوله؟ انت رايح تعمل ايه؟ تعلي صوتك عليه. زي بكلمك، عايز ايه؟ قال لي بيقول لي انت سارقها، قلت له انت اللي سارقها. الفيديو باين انت اللي سارقها. بعد كده بقى حصل ايه بقى؟ بعد كده قطعه خالص، ده ما بيتعاملش معاه خالص، وحماده اصلا قال لك انا مش عاوز البني ادم ده يتعامل معايا نهائي. وحصل ان هو فعلا ما تعاملش. ما تعاملش معاه. بعد كده بقى؟ بعد كده جينا احنا يوم 6/1 دوت. انا بخلص شغلي، بخلص الحفله بتاعت الفرح، بعد اقفل حساباتي المعتاد زي كل يوم بيحصل مع بعضينا انا وحماده. دخل حماده واقف معايا في المكتب شويه، هزر معايا شويه. حماده اللي هو المجني احمد اخويا. قال لي يا اسامه يعني مش هنروحه؟ قلت له يا دوبك انا قدامي ايه؟ خلاص 5 دقايق بقفل الحسابات وهنمشي. تمام. قال لي انا جاهز حالي، قلت له ما فيش جاهز، عقبال ما انا ايه اقفل. تمام. كان في 4 5 نفر واقفين بره، قاعدين بره قدام المكتب في اللوبي عندنا. دول الستاف الستاف بتاع القاعه. تمام. حصل ايه بقى؟ كنا قاعدين مستنيين عشان ناخد سلفه وكلام من ده. ان اللي كان بيطلع السلفات كان روح. فالعيال معاش فلوس تروح، فهو حماده حتى دخل قال لي حرام العيال وكمان ده، بكره لما يجي ياخدوا السلفه ايه يديك ايه الفلوس. تمام. قلت له ابو حسن اتعودوا على كده، كل مره خدناه بهزار على اساس انه يهزر مع العيال وكمان ده ينكشهم. وطلع هو بقى حماده قال اخد نفسه وطلع على بره بحيث يروح يجهز العربيه. بيعمل هو بيفتح شنطه عربيته، بيطلع المساحه بتاعت الازاز ويسخن العربيه مثلا وكده، ويسخن وينضف عشان هناك في شبوره وكمان ده، ويظبط العربيه عشان ما نيجي نروح. حماده طلع، انا بيني وبينك قاعد بقفل الحسابات، انا في حاجه قبضتني من جوايا. فطلعت لقيت الاستاف قاعدين، بقول لهم فين ابو حسن؟ فين حماده يا ابني انت وهو؟ قالوا ايه؟ ده طالع بره يا ريس. قلت لهم مش، طلعت ابص الاقي الجاردن كله ضلمه. مش معتاد الجاردن يبقى ضلمه. ما بيتطفاش كده. وبقرب هناك ببص لقيت الباب ببص لقيت سكينه بتترفع، لقيت في دم من نافوره من رقبه اخويا بتطلع، فبشد الباب لقيت فوجئ ان الباب مقفول بالاقفال. اجري على البوابه الثانيه، انا زعقت، العيال كلها زعقت، العيال كلها زعقت. هاتيها كملي. العيال كلها طلعت تجري ورايا من عمال تسمع صوتي، من صوتي انا. هاتيها تمام. العيال مش عارفين يفتحوا البيبان، بنحاول بنشده كده نشد كده مفيش. العيال راحت نطت من فوق السوق. انا قعدت ادور على اي حاجه، شمال يمين شمال يمين، مش لاقي حاجه.
المهم اللي كان معايا مفتاح الكافيتيريا، رحت فاتح البوفيه الكافيتيريا، ببص ورا الباب لقيت عصيان، لقيت شومتين ثلاثه، رحت حادفهم للعيال عشان يعرفوا ايه، يحجزوا عن الولد. الولد بيضرب يعني، هو خرج وقفل الباب وراه، الباب وراه قفل النور، طفى النور وعارف ان هو واقف بره. اه وعمل مراقبه مراقبه. انت طبعا طلعت لقيت المنظر ده، لقيت المنظر ده مع الفجعه ايه ده بتعمل ايه، وزعق. لقيت لك العيال ورايا جري، راح ناطشين من فوق، اللعيبه بقت تجري تنط من فوق السور، معهمش حاجه برضه، بيحاول عشان يحاولوا يحوشوا، عشان يحاولوا يحققوا حماده. فانا جريت مع الجري بتاعي، جريت بفتح بدور على اي حاجه عشان يحاولوا يعرفوا هم يعني يصدوا اي حاجه او يدافعوا عن نفسهم او حماده. ففتحت الكافيتيريا لقيت شويه شيوم وخشب، بقيت ارميهم للعيال ما بين ايه الحديد، باب الحديد فيه حتت مفتوحه عشان بقيت ارميها. انا عايز اطلع مش عارف اطلع، على ما وصلت فوق لاخر الباب الحديد عشان انا كنت عامل حادثه في ظهري، وسني عندي 50 سنه مش زي الشباب اللي عندها 16 سنه 17 سنه. اول ما وصلت فوق وجيت انزل، رحت رامي نفسي ايه، رحت نازل على ظهري. كان حصل له ايه بقى الله يرحمه؟ هو قال لهم الحقوا اسامه، كان خايف برضك عليا ان هو اللي فيه دوت، وما قالش اي وما ناداش على حد وخايف عليا. الحقوا اسامه، لقيت جريت عليا، فانا قمت فلقيته جاي عليا، قال لي يا اسامه. قلت له ايه؟ قال لي اخويا ايدي سقطت. قلت له ايدك سقطت ايه؟ واضرب عيني على ايده، لقيت ايده دي كف اللي هو الشمال مدلدل على اللحم على جلده. الله يرحمه. قال لي بنروح عشان حسن، حسن ده ابنه. مش عايز حسن يبص يشوف حاجه. حسن ده كان موجود ابنه. ابنه، يعني ابنه كان شايف كل اللي بيحصل. ابنه نط مع العيال وطلع عشان ابوه، كان ابنه هيتضرب بالسكينه. حماده حش ابنه ورا منه، الواد بيضرب اي حاجه، هيضرب اي حد قدام منه بيموت. فحماده بقى هو اللي في الوش قدام منهم، كل ده حضرتك مسجل في وجهات موجوده في النيابه. انت خدته بقى وطلعت على المستشفى او انا بقى اتصلت بالظابط بسرعه في القسم، ان القسم قبل مني على طول ب 200 300 متر. القسم قبل مني ب 200 300 متر. تمام. الظابط بصراحه بامانه ربنا ما فيش دقيقتين لقيته قدام مني، الظابط وعند المخبرين. هو كان نط جوه القاعه تاني بعد ما زنقوه في حته عند الرخامه، وقف عند فوق الرخامه، راح ناطط جوه ومعاه السكينه في ايده عشان رابطها بحاجه في ايده. طلع خبى السكينه فوق ونازل فوق، لقى الظباط قدام منه والمخبرين، الظابط خدوه تعالى، هم واقفين عليا. راح الظابط راح مزعق معاه، راح خلى المخبرين نطوا جابوه. تمام كده. راح هو الظابط قال لي يا اسامه بطاقتك، اعطيته البطاقه عشان هو يعمل المحضر، واعطيته رخصه احمد، وقال لي اجري بسرعه على المستشفى الحق احمد اخوك. رحت بقى اشاور له على رقبه احمد عشان احمد ما كانش اخد باله من الرقبه. رحت بقى حصل ايه هناك في المستشفى؟ رحنا قبل ما هو دخل العمليه، عمل في ايده، هي اخد اللي انا فوجئت اخد في دماغه من اول هنا لحد هنا مفتوحه بعمق مش عارف كام سنتي جوه، اخد واحده جنبها الرقبه، ايد الشمال كف ايده ساقط على الجلده، كف الايد اليمين العقل اللي فوق طايره. الله يرحمها. طيب احنا دلوقتي مع الاسره دي، اخته صح؟ دي اخته وامه عشان هي مربياه. حماده كان بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا فوق ما تتخيل، ما حدش متخيلها اللي احنا فيه دوت، احنا فيه فعلا عشان حماده حاجه كبيره بالنسبه لنا. وهقول لحضرتك حاجه، حماده عاش راجل، عاش راجل ومات راجل. حضرتك يعني انت كنت ام حماده الله يرحمه، يعني احمد كان ابني واخويا وكل طبعا حاجه. انت مش متخيله اللي يحصل ده اكيد طبعا، وبسبب بسبب ميداليه يعني كدا. مش متخيله ان البلطجي يعمل كده في احمد الطيب الحنين. ده كان ابني واخويا وحبيبي، ده احنا دي مفاجاه، انا لغايه دلوقتي مش مستوعبين، مش مستوعبين الحنيه كلها. كان احمد كان ابننا ومربيين وحبيبنا وكل حاجه. يوم الحادثه طبعا ان كان في ذكرى في الميداليه دي من والدته، كان بتعز عليه كده، ذكرى من ماما الله يرحمها بتعز عليه. لما جه من بره وما كانتش موجوده يعني كان قال لك ايه يعني؟ ما قاليش حاجه، ما بيرضوش يقول، قال الميداليه ضاعت مني. وسيما قال لي ان هو قال لي الميداليه ضاعت مني، ما كانش عايز يقول انها اتسرقت منه. بس انا عرفت انها اتسرقت منه من البلطجي دوت، عرفت انها اتسرقت منه. قلت له يا حبيبي فداك مش مشكله، خلاص في 60 داهيه. قال لي انا ما بنامش. طب انت اتبلغتي طبعا بالحادث من اخو حضرتك، كانت طبعا فجعه صعبه جدا. بلغتي يوم السبت، ايوه كانت صعبه، وكانت دي كانت صدمه عمرنا طبعا. بس هم قالوا لي ده في المستشفى تعبان، ما قالوليش اللي حصل، ما قالوليش اللي حصل، خافوا عليا. قال لي ده في المستشفى تعبان الساعة 2 بالليل، طلعت أجري بالليل على المستشفى لقيته بقى منظر صعب أوي يا حبيبي يا ابني، منظر صعب أوي منه لله.
حسبي الله ونعم الوكيل، زي ما وجع قلبنا كده وحرق قلبي عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، عشان حرق قلبي عليه. انت كنت متوقعه ان ممكن تحصل حاجه زي كده؟ مستحيلة. سبب ميداليه؟ مستحيله مستحيله، ده مش بني ادم. مستحيله، لا بجد والله مش بني ممكن. ادم. لا مش لا ممكن يحصل حاجه زي كده، والله ما بني ادم فعلا. مستحيله، ده يعني ده خطط لها، يعني ده مخطط. ايه في ايه؟ لا ده ماشي احمد واحده كان واحده. حنين، احمد ما يستاهلش كده خالص، احمد ما يستاهلش اللي ده عمل فيه كده خالص ابدا. الناس كلها طوب الارض بيحبه، رجوله وجدعانه وطيبه وحنيه كل حاجه. ده كان بيبقى والله كان بيقول للعيال اللي جوه طلعوا له طبق اكل، كان بياكله، يقول له طول النهار قاعد حرام ياكلوه. تراب منه الارض لله، بيمشي عليه حماده بيحبه. منه لله منه لله، زي ما يتم عياله وجع قلبنا عليه. كان عنده قد ايه اولاد؟ الغالي الغالي كان عنده قد ايه اولاد؟ عنده 3 اولاد، 3 بنتين وولد. عنده بنتين ولد؟ ايوه عنده بنتين وولد، منه لله، زي ما يتم عياله وجع قلبنا وحرق قلبنا عليه ويتمنا. ده يتمنا كلنا لغاية دلوقتي، مش مستوعبين ان احنا بنروح نزوره في المقابر اللي كان بينا وقلبنا وفي حضننا كده، نلاقوا بينا وبينه طوب، وسور طوب بينا وبينه. اه يا غالي، اه يا غالي، اللي وجع قلبنا وحرق قلبنا يا حبيبي يا اخويا يا ابني. طب الجاني طبعا اتقبض عليه ومثل الجريمة وعمل في التحقيقات وكده، يعني في التحقيقات وهو بيتكلم قال مثلا ان هو كان في خلافات سابقة قبل الميدالية او اي حاجة، ولا كان السبب موضوع الميدالية بس؟ ما قالش موضوع الميدالية، قال لك هو كان بحمادة، بيقول حمادة كان بيرمي كلام عليه وكلام من ده، الحجة بتاعته. وما قالش أصل الميدالية، عشان الميدالية أصلا هي مسروقة وكانت محطوطة على الكاميرات هناك. هو ما قالش موضوع الميدالية خالص، وأنا قلت في النيابة موضوع الميدالية، وقلت وكيل النيابة كل حاجة بما يرضي الله، واللي حكيته كله كان ماشي معايا واحدة واحدة حضرتك بالكاميرا كده، وأنا بقول له حصل كذا 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 كذا. أنت حضرتك متخيل إن كارثة زي كده تحصل عشان خاطر ميدالية؟ انا ما كنتش متخيل ابدا، ما كنتش متوقع ابدا. انا فوجئت، انا بقول لك قاعد بعمل حاجتي، انا حاجه من جوه قبضتني من جوايا، قمت. انا كنت لسه ما خلصتش حاجتي، انا كنت لسه ما قفلتش حالي، انا قمت لقيت المنظر ده قدام عيني. انت حضرتك لو تشوف المنظر صعب قوي 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 قوي. انا بجري واخويا بالعربيه، انا كنت هتقلب العربيه 3 مرات، اخويا عمال ينزل جنب مني والدم بينزل من رقبته جنب مني، يقول لي يا اخويا في حاجه تقيله بتنزل من رقبتي، اقول له لا يا حبيبي ده خربوز صغير بس، انت عشان جسمك سخ. وانا شايف اللي قدام عيني ايه، بجري بيقول لي واحده 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 واحده، اخوك راجل حبيبي اخوك حبيبي راجل، اقول له انا عارف ان انت الشباب راجل، راجل قال لي اخوك ما قالش الشباب. اي. هي دي اخر صوره لي. اه يا حبيبي، كانت اخر صوره ليه، راجل زينة الشباب، راجل وجدع وحنين، كانش يستاهل كل ده من بلطجي بلطجي وسوابق. سوابق وكارتات وكل حاجة، وأخوه كده وأهله كلهم كده. لا 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 لا، ده إحنا نحزنه عليه عشان راجل، حزن عليه العمر عشان مش كله، صايع مش بلطجي، ده نحزن عليه العمر كله، ده كسر قلبنا والله. أقول لك حمادة كان ظهري سنجي، الله يرحمه، هو الصغير كان سنجي، الحادثة سندنا كلنا وظهرنا كلنا، مفيش حد ما بيحبش حمادة، سندنا وظهرنا اتقطم من بعده. يعني طبعا انا يعني مفيش اي كلام يقدر يعني يريح قلوبكم ابدا، بس ايه اللي ممكن يبرد ناركم؟ قصاص الاعدام، الاعدام، قصاص والاعدام، الاعدام، زي ده ما مش بني ادم، حرام يعيش حاجه بجد والله، حرام يعيش. ولو عايش هيعمل كده في الناس كلها اللي خلاها يعمل كده اول مره، ده اعدام، ده لازم يموت، هيعمل 100 مره انا مش اول مره، يا عالم دي أول مرة ولا إيه؟ حادثة صعبة جدا زي ما حضراتكم شفتوا، معانا أسرته كان الله في عونهم، كان معاهم في لحظة، ومرة واحدة حصلت الكارثة دي بسبب ميدالية كان فيها ذكرى يعني مهمة جدا جدا من والدته، وهو زعل عليها فواجه الجاني بيقول له الميدالية، فقال له ما خدش حاجة. طبعا تربص له على كلام أسرته، تربص له على مدار أيام لحد ما جات الفرصة واستفرد بيه ووقف بره، وقعد يعني يسدد ليه بعض الضربات بسبب باستخدام سكين، وللاسف شديد كان توفاه الله بعد، راح المستشفى باصاباته، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، واهله طبعا بيطالبوا بالقصاص عشان قلبهم يرتاح. يا حبيبي
في الجنة ربنا ربنا ونايمة يا يرحمه ويغفر له يا رب. جوزك، في الجنة ونايمة. كان الله في عون أسرته يا رب، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، ربنا يرحمه ويغفر له. مشاهدة متابعة مصر اليوم، نشوفكم في لايفات أخرى. كان معكم إسلام رضا، دمتم في رعاية الله والسلام.